عليكم الله يجزيكم بخير. راح نقهرنا الخمز هنايا، راه ما تنعسوش ما تنشوفوش النعاس، الريحه بالخمز قاتلانا والحساسيه قاتلانا، والدراري الصغار دائما مرض، دائما والديهم هزينهم غادي يدوم السبيطارات، وحنا نباتوا فايقين نباتوا سهرانين وحنا في ريحه الخمز. لو كانوا كينقيو واه ما نهضروش عليهم، وين هما ما تينقيوش؟ واش هما تيقيلوا من 6 الصباح والهضره الخاسره والسبان والمعيور ما تقدرش تجلس حدا عائلتك، ما تقدرش تجلس حدا ولادك، ولادك كبار الا كنتي جالسه حداهم في الطابله وسمعتي الهضره كتنوضي تجمعي له وقفه انت اللي امهم. الله يجازيكم بخير الا ما نقيونا هاد الدنيا، الله يجازيكم بخير الا ما نقيونا هاد الدنيا، هذا نقيونا هاد الحاله هادي، راه حنا عيينا عيينا ما نصبروا. دا الشكايات عيوب، الشكايات الناس عيوب، بالجرع عيوب، هذا حتى واحد ما تسوق ليهم. السلام عليكم، حنا الله يخليك ساكنين حدا المارشي، حنا زنقة سيدي يوسف بن علي حدا المارشي، حنا راه تقهرنا بهاد الريحة ديال الحوت، ومع العشية ما كيجيش مول الكرفي مول الزبل، راه حنا عيينا بهاد الشيء، راه الزبل دائما حنا عايشين فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، يوسف فحصي كاتب إقليمي نقابة التجار والحرفيين تحت لواء الاتحاد العام مقاولة ومهن، وعضو بجمعية سوق غريب. أول شيء الشكر الموصول للسيد العامل والسلطات المحلية على هذه المجهودات اللي دارت من أجل هذا السوق، والزيارة الميدانية اللي دار السيد العامل. النقطة الأولى كنهضروا نبداو على تاريخ ديال السوق، هذا السوق هذا التواجد ديالو من 1986. ثاني حاجة غنهضروا على المعاناة ديال السوق اللي من 1986 كان واحد العقد، يعني ما غنقولوش كتابي وانما العقد ودي ما بين الكاري والمكترم والارض، اللي كان الناس كتخلص 50 درهم للشهر. من بعد ما كانت الارض في هذاك الوقت الا رجعنا للارشيف ديال المجلس الجماعي ان كانت الارض كدير ما بين 120 درهم حتى 150 درهم للمتر كاري. ومن بعد ما تم اعاده الهيكله ديال هذا السوق في 1999 درنا واحد العقد اللي كتابي ما بين موالين ما بين التجار والملاكين، اللي خرج بواحد البنود ومنها الزياده في الكراء اللي كانت 50 درهم في الشهر ولات 150 درهم في الشهر، زائد واحد المصاريف في حاله البناء ديال السوق اللي كتجلى بجوج المليون سنتيم كمساهمه مفروقه على 5 سنين. السوق من 1999 الى يومنا هذا باقي ما كاينش شي اطار ديال البناء ولا هذه، اتجهنا لجميع الجهات، المجلس الجماعي الولايه، اتجهنا للجهه والمجلس العماله سالا والمجلس المجلس الجماعي ديال سالا بالشكايات باش يتم اصلاح ديال هذا السوق هذا. والاصلاح كانوا في جوج نقاط، اما يبيع الملاك يتفق مع الجماعه باش يبيع ليها، وفي حاله عدم يعني التراضي ولا هذه يكون نزع الملكيه. الناس يعني الملاكين موافقين باش يبيعوا للجماعه وهذه، الا ان المجلس الجماعي كيتهرب من جميع المسؤوليات وكيتمصل كيتملص من هذه المسؤوليه تجاه هذا السوق بالاخص، لان كنا كنطالبوا بالاناره هذه مده 4 سنين، ما كايناش اناره داخل السوق، النظافه ما كايناش، مرافق عموميه ما كايناش، الحاله ديال السوق راه كلشي كيشوفها، راه يعني الانسان التجار داخل هذا السوق كيعانيو جميع المعاناه اللي ما يتصورش الانسان في العقل ديالو، لا من المعاناه اقتصاديه ولا من المعاناه الصحيه. بالنسبه لهذا الوباء، لان جات واحد المرحله ديال واحد المرض اللي هو ضرر، وانما تقدر واحد الحاجه كتكون منفعه في نفس الوقت ديال الضرر. جات السلطات المحليه وقفت السوق من اجل اصلاح الواجهه، راه ماشي من اجل اغلاق السوق بتاتا، لان بعض المواقع اللي كتبت على السوق بان كاينين حالات ديال المرض داخل السوق، وهذا الشيء هذا يعني بعلم جميع ان ما كاين حتى شي حاله، والتجار ساهموا تقريبا اكثر من 10 الاشخاص اللي مشاو داروا التحاليل من داخل السوق التجار، وخرجت الحمد لله كلها نتائج سلبيه ولله الحمد. ودابا تم اللقاء مع السيد الباشا ليله الاثنين،
هنا في عين المكان في السوق من اجل الاصلاح الواجهه ديال السوق والنظافه داخل السوق والتعقيم. وجمعيه السوق سوق غريب خدات على العاتق ديالها تنظف يعني هذا التعقيم منذ بدايه هذا الوباء الى يومنا هذا. يوميا تقريبا كنعقموا السوق، رغم ان دابا السوق واقف الا ورا التعقيم باقي، لان لان التجار داخل السوق كيصلحوا كينظفوا، واجب علينا نعقموا. والجمعيه ملتزمه كما وعدنا، لا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا ما بين التجار، خدينا عهد على نفسنا من اجل التعقيم. حنا الدرجه الاولى الحاله ديال هذا السوق المسؤوليه كنوجهوها مباشره، كنوجهوها للمجلس الجماعي وكنحملوا حتى المسؤوليه، لان النقطه الوحيده اللي باقا تقريبا نقولوا في سنه نقطه سوداء، وهو هذا السوق غريب. ننتظر الحل، وكنطلبوا من السيد العامل عمالة سالة يفتح تحقيق من اجل هذا السوق، والمبادرة يدخلوه في واحد الهيئة ديال المبادرة، اما داخل المبادرة والتنمية، واما يلزموا الجماعة باقتناء هذا الوعاء العقاري من اجل فكات العزلة ديال هاد التجار، لان المعاناة دائما كنعاودوا نقولوا بان المعاناة راه ابسط الامور، ابسط الامور اللي الانسان يطلبها باش يكون كانسان، وهي الامور العيش. راه ما كنتوفروا لا على امور العيش لا على امور ديال الصحه، راه ما كاين لا مراحل. راه جميع التجار اغلبيه ديال التجار عندهم جوج حوايج، يا اما عنده مرض بعينيه يا اما بالبروستات. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.